وعلى ذكر البيئة، فخامة الرئيس، كتبت الأديبة التشيلية البارزة غابريلا مسترال عن الطبيعة وزراعة الشجر، وهذا مثال رائع على تأثير الأدب في القضايا البيئية. وهذا سيدي يذكرني بجهود الوالد المؤسس رحمة الله عليه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي كان شاعرا أيضا في تحويل الصحراء إلى واحة خضراء عبر المشاريع التشجيرية الواسعة.